تعتبر عادة المسحر من أقدم المظاهر الرمضانية، وهي تعنى بإيقاظ الناس لوجبة السحور، حيث حافظت معظم مناطق مملكة البحرين على هذه العادة لما تضفيه من أجواء جميلة على ليالي الشهر الفضيل. قوم يا حج واقعد للسحور، هذا المسحر بالديرة يدور. يجوب المسحر شوارع الحي حاملا طبلته مرددا أهازيج شعبية بديعة لينبه السكان للاستعداد لوجبة السحور في شهر رمضان المبارك. المسحر هي عادة قديمة ضمن عادات وتقاليد الشهر الكريم في العالم العربي وخاصة في دول الخليج، وهو الذي عرف بإيقاظ الناس للسحور قبل صلاة الفجر. ورغم أن هذه العادة الرمضانية الجميلة بدأت تتلاشى في بعض الدول، إلا أن بعض مناطق مملكة البحرين لا زالت محافظة على ممارسة هذه العادة الرمضانية الشعبية، والتي تعد من أقدم وأجمل مظاهر شهر رمضان المبارك.